لا 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 من خلعه والله يلا لا ما تجي ها ما تجي يلا تعال ارجعوا شباب ارجعوا ايش لا في لعبه ثانيه والله حلوه ذي والله حلوه نبي سرعة ايقاع سريع نبي نبغى قصه القصه كل واحد يعطي قصه ما كاتب القصص لا قصه ايوه بس طريقه والله حلو محمد ذهب الى الغابه بس بالعربيه بالعربيه يلا عربيه يلا يلا وفيها واحد يقودها لا تروح عندها تروح عندها يلا يلا كنت عندك روح في النص بدوش تعال 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 هنا خلاص هو نص هو نص الان خلاص انت في النص هو نص الان ترى لا 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 هو مو هو سنتر طيب يا شباب هذا رجل اسمه ياسين من اللي نبدا من اللي نبدا اصبر اسمه ياسين خلينا نطري اسمع صوت المطر هذا رجل اسمه ياسين ذهب مرة إلى الغابة فوجد أسد مفترس يأكل الذئب فلما أكل الذئب ذهب الذئب ميتا فكفنته تلك الوحوش فكفنته تلك الوحوش ثم رأى 40 متر قدام فرأى دخانا يمشي كالسماء فإذا به بيت يحترق وبداخله كلوة ذلك الأسد الذي طبخ وعندما طبخوا كليته ذهب إلى ذهبوا إلى المستشفى فقالوا إنه متبرع قد أعطاه إياه خبره الطبيب وهو حزين ويبكي وقال له يا الله كيف ذبحك ال من جنوب كيف ذبحك الأسد وأنت بدون كلية فقال له اتني بالذئب التي ذبحتها لنجمع كلية فذهب إليه بسرعة وقال له ادفع فاتورة المستشفى ثم نزل إلى الكاشير ولم يجد الموظف فوجد شخصا يعرفه من زمان وقال أين القشطة قال له أين القشطة التي عليها صورة الأسد التي راحت كلوته وعندها تجمعت الوحوش في البقالة فرن هاتفه فرد مسرعا فقال ماذا تريد كمي كمي أنا أنتم بيني شو رد مسرع رد مسرع على شلون بس كمل بسرعه قال اين الذئب اريد ان اخذ فقال اين الذئب اريد ان اخذ اثاري من الاسد فضحكت الطيور فضحك الماعز جنبه كمل كمل والله تطلع ترى فذهبوا الى الغابه مره اخرى فلم يجدوا الذئاب فوجد ركبته منتفخة وتصب دما وقال يا الله من الذي ضرب ركبتي ايوه لعله القرد الذي سقط من فوق الشجره نفس فهم كرتو وكان القرد يبحث دائما عن اللقمة التي ثم تذكر ان هناك اسد قد مات وعندها تذكر انه فاقد للذاكره وكان سببه ركبه القرد التي ضربت راسه ثم اتجهوا جميعا الى فكلمه غابة صاحبه فراس ثم قال فقال يا فراس انك ابكيتني عندما رايتك تضحك فلما بكى ذلك الرجل ذهبوا مع بعض الى المسجد ولكنهم لم يصلوا فشغل سيارته فذهب مسرعا لكي يسأل عن جاره الذي لم يأتي الوايت إلى بيته منذ أسبوعين كما فعلوا الشباب فتح الوايت ووجده مليانا بالدم الذي سكب من الأسد الذي تبرع به كليته فرأى صديقه سعد الذي هو على الطيب ضاري وقال إنك يا سعد تجيد المجادلة في هذا الأمر فاجتمعوا في الغابة ونظروا وقالوا ما هذا الهراء وما هذا الهشيك ثم التفت فجأة فقال أين صاحبكم فقال أنا هنا وقال أنا هنا عندما قال أنا هنا ليس هنا هو بحث عن صاحب آخر على كيف ولكن لم يجد تطلع ولكن لم يجد لكن ركب دراجته مباشرة وانطلق إلى الملعب المجاور للحي فتذكر أمه وقال وين وقال وقال ايوه يا بقى الكورة أمه وجبت معه وقال أين أمي فتذكر أن أمه قد راحت للجيران ثم تذكر أنها رايحة ذاهبة إلى الجيران فذهب إليه وطرق الباب قال أين أمي يا أمي يا أمي ثم تخيل فجأة أن أمه لم تذهب كميل لأنه ورد ثلاجات الشاهي في الصالة نعم حسنت فأخذ ثلاجات الشاهي واتصل بأصدقائه ليعزمهم على الثلاجات نعم كمل حسنت فنزل إلى الشارع وحس بالعطش
هسه بالعطش وهو لم يعطش. لكنه ذهب يشرب الماء. وصحي فجأة من النوم. وهو في نهار رمضان للأسف. ثم أتى محمد ناصر. وهو في نهار رمضان. وكان نائما في نهار رمضان. لا كان يشرب. نعم لقد شرب ثم خمد رأسه ونام. وفجأة استيقظ على صوت محمد ناصر وهو يقول يلا يا شباب. ثم قام وتوضأ ونزل إلى المسجد وصلى ثم حضر الدرس وقرأ القرآن ثم قال ثم قال لا تقول ثم أكمل أطول الكلمة يقول لا تقولونها. ثم قال إن هذا القرآن جميل جميل جدا. طلع من القرآن. أنت كمان أنت كمان جامد جامد أطلع أطلع راح الملاهي من القرآن. القرآن هذا جميل. ثم تم فرفع يديه فذهب يقول فرفع يديه فقال يا الله يا الله إنهم أهلكوني ما لم أنم من 16 ساعة يا ربي. فلما قال يا الله إنها لحظة فأتى رجل من خلفه وقال قال له لماذا تتأفف من 16 ساعة وأنت موقع عقد على أن تصحى 16 ساعة بثني. لا تتندم على هذا الشيء سوف ترى بإذن الله نور قريبا بإذن الله وتصدر من هذا المكان وأنت فرحا مبتسما. ثم أتى مدير القناة وقال لهم يا سعد يا قحطاني أنت ما أنت في ذمتي. وطرح الأسئلة في مسابقة السعي. وكان كلما يطرح سؤال للرفادة تسمع وكلما تسمع سؤال للرفادة لا يجيب سوى محمد عمر. ثم ذهب إلى الغابة وجد الأسد الذي طلعت كلوته فوجدوه متمددا يدور كلوة المتبرع. ثم تجمعوا عنده الأسود ثم قام بعزيمة لهم وحلف عليهم قال والله أنها كرمت لسلامتكم. ثم اجتمعت كل الحيوانات ما عدا الحيوان الهدهد لأنه كان في اليمن. لأنه كان في اليمن وكان يبحث عن إزار يشتريه ليلبسه في ليلة العيد فأخذ يبحث. ثم قال أين الهدهد؟ ثم قالوا له أنه ذهب في زواج في اليمن ومعه عاني. كمل كمل بسرعة. ذهب إلى زوج هناك وأنه آت راجع وسوف يأتي به بكيس هيل وسط 50 ريال. ثم صرخ الأسد قائلا أوه لا أنا برايم. أنا برايم. فقالوا له لا أنت لست برايم فإن البرايم خالد وعمر وعبد الله الجميري. نعم. فخرج وجاء أتى زياد ومسرع وقال وتأثر بالأسد الذي كان مديونه. وأتى زياد ثم قال خل الأسد على كيف قد وإن في الأسد فيه. ثم قال لهم زياد قال لهم زياد لا تقنطوا سوف ينزل منتاج أرحب بمن يعدى ولا والله ميت شكرا بالعافية يا شباب. طلع فوق يا شباب. من الكاميرا اللي تجيبكم. والله ثقوا طالبكم طالبنا طلع فوق. أسب الله على عبادكم الشينة. تعال يا عيال الله يخليكم. والله لا. ترى فيهم خاطر. والله ما فيها إلا العافية. تكفون تكفى سعد تكفى والله مزحة بسيطة تشوف ما تشوف. ما بسكتكم الأرض وتروحون فوق السماء. والله عادي والله اركض اركض. سعد سعد تعال تعال. سعد لا تحمسنا يا سعد. الله معاك. دقيقة بعد دقيقة. على الكم يرجع هذا والله اذا قالتكم ما قلتوا شيء عسى ترجمون نرجمكم والله يقويكم. ضحكت سنه قدام ضحكت انا اقول. ثم قال زياد ما ادري وجه بزياد والرجال كان عند الاسد مثلا الذي ضاعت كلمته ما ادري ايش هي يا حاله. يا جماعه انا على شاي حبق وعطه فطيره بس اخس اسدي ايش عطوة فطيرة وهراي انت وانت في شعف الوليد ومعك عريكة ولا فطيرة انت بعيد وكل وروق ومعك وجه اندواء يا الله انت شفي يا ربي يا الله تشفي قلوبنا امين يا رب. يا ولد تبغى صراحة ان شاء الله ان يعني اليوم ان شاء الله جمعة العسل تبغى شمع ولا سايل لا ابغى صدر. زي ما قومي تكفى انا اخذني ضيمك. مجاء مجاء جاء الاسد وناظر الى تحت فإنهم كثير. طيب في مسابقة يا شباب. لا لا ارجع. اللي يطب ولا ينكسر منه شاي 50 نقطة. اللي يطب تنكسر رجله 40.
اللي تنكسر يده ورجله 30 يلا. اللي يموت كم نقطه؟ اللي يموت ابراهيم. ابراهيم اللي يموت يتاهل للقبر. اللي يموت نعطيه سهم في روحه ما بينه. سعد ترى الاسعاف ما يمديه يوصل لو انت في غيبوبه. بالله توقعنا منعوني من المجلس. والله اللي بيطيح بس عينه بتطلع. لا لا ما تنزل. والله ما يجيك والله بس يا طويل. والله ان شاء الله بعض الاشخاص يا شباب صلوا على النبي. والله ما يجي ان شاء الله. اذا كان المنطقه مرتفعه عندكم يرجع. الله يسعدكم ابو سعد. لكني عادي شربت حليب البل فعادي ما عندي مشكله. والله قوة التصبيح حد بيدفني. الله يرزقنا سواليف يا ربي بلغنا صيامة واهدنا فيه القيام شهر رمضان المبارك له مع الروح انسجام له مع الروح انسجام ربي بلغنا صيامة واهدنا فيه القيام شهر رمضان المبارك له مع الروح انسجام له مع الروح انسجام فيه للقرآن لذة ترتوي منها القلوب فيه أنزل للهداية لجل تطهير الأنام من شروق الشمس رحمة لنا لحظات الغروب فيه رب الكون زرع في مشاعرنا السلام في مشاعرنا السلام شهر طاعة وعبادة منفرد عنها الشهور تنغفر فيه الذنوب لكل من صلى وصام شهر عتق وشهر رحمة ربنا خصه بنور فيه ليلة بل في ليلة بخت من رام القيام